دخلتي نور هنا ما نتوصل نديم شوية خلكي نيجي. أنت في وقت الخدمة يا مدام سحر، طيب نحكي من بعد. أمي شنو قالت لك هذه؟ إش قالت لك يا أمي؟ ما قالت لي شيء. استنى ولدي، هيا تحركوا، مش لازم تتلموا هك، كل حد يشد خدمته. جهة تحلي الباب الكهرباء، وانت برا اطلع على بيتي، نملح في المسخين بدلها، نملح حوايج، امسح، تصرف، اعمل اي حاجه. يا اخي بلت جهاد عايش ولدي. يزي جهاد يزي. كان نشدك يا اخي. لاباس شبيك هاش غلطه انا يا اخي؟ مش امك ما هي الا خديمه. والله لما نقتلك والله يزي جهاد. دقيقه باش اطلب السماح. اجاو هوني تلهاو بيهم. قلتلك توا تطلب منهم السماح. جهاد عايش خويا توا. نحيدك انت تحرك. يزي جهاد نحيدك. ما تشوفش روحك يزي. نحيدك سيب. نحيدك والله ما تطلب السماح. حتى قبل زاده كنت لملنا في حوايجنا، كنت لم في الحوايج المطايشه في كل بلاصه، ما تبدل كان القصر. قلتلك اطلب السماح. سيبوه 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 يا اخي. نورمال انتوما خمسه من الناس يجمين عليه. شيرين قول حاجه، جهاد اخوك قولهم يسيبوه عليه هكا. شيرين هيا تو سيبوه بعد ما نمشيو. هيا تسيبوه نحيتك. طيب خسارتك يا طفلة، تو انتي تجي اختك. خسارتك والله ما كاش نقتلك. شيرين هيا جهاد.